طبعا المهرجان الوطني كما قلت لك هو تتويج لموسم رياضي، يشارك فيه تقريبا 500 مشارك من ابناء التلاميذ وبمرافقه ما يفوق 200 واكثر من مختلف ولايات الجمهوريه ومن الجامعات الفنيه المختصه والجامعه التونسيه للرياضه المدرسيه. كيف شرف للجهاز هذا، كيف حضور كافه اعضاء المكتب الجامعي السيده الرئيسه وكل مساعديها، وكذلك زملائنا من المتفقدين ومن اساتذه اللي يواكبوا في النشاط الرياضي المدرسي. هذا ايمانهم بانه ديما الرياضه المدرسيه هي قاعده من قواعد نشر الرياضه واستكشاف المواهب في تونس. وهذه أول نهائيات وطنية من في النطاق المدرسي والجامعي اللي جينا بها. هذه هي تمثل معناتها قيمة كبيرة ياسر بالنسبة لتمويل المنتخبات واكتشاف المواهب الرياضية في النطاق المدرسي، وهما ذوما خزين للرياضة المدنية، وذوما يمكن يكونوا نخرجوا منهم أبطال المستقبل إن شاء الله. شاركت في سباقات قبل وجيت فيها الاول وزيد شاركت المره هذه جيت الاول. هذه ثامن ميداليه تحصلت على المرتبه الاولى، بعد كي نكبر شنولي بطل وشنولي استاذه تسبور.